أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم في محراب العدالة. النهاردة هنتكلم عن إحدى الجرائم التي هزت منطقة الطالبية بالجيزة. الجريمة ديت كانت تحديدا في العقار 27 بشارع خالد أمين بمنطقة الطالبية. الجريمة ديت كانت بطلتها سيدة والضحية فيها أيضا سيدة، ولكن شتان بين سيدة فكرها إجرامي وسيدة كانت تعيش آمنة مطمئنة. الجريمة النهاردة كانت بطلتها المتهمة بوسي وشقيقها حارس العقار محمد رجب. الجريمة بدأت أحداثها عندما عادت المجني عليها من إحدى الدول العربية وحاملة معها الهدايا لأسرتها ومحبيها، وأثناء تواجدها في شقتها بالطابق الثالث بالشارع خالد أمين كانت المتهمة تتردد عليها لنظافة المنزل والقيام ببعض المهام التي تحتاج إليها الضحية. لما ترددت عليها المتهمة كان هناك حالة من الجشع، حالة من الحب الثراء السريع، وتلك الحالة طبعا احنا بنعيشها ونتعايشها كثيرا في معظم القضايا اللي هي بتكون فيها الجناه، اللي يكون فيها جناه من حراس العقارات وبيكون فيها الضحايا من سكان هذا العقار. الجريمة النهاردة كانت طبعا رغم البشاعة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي والتفاصيل اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، الا ان كان هناك كاميرات مراقبة داخل تلك الشقة، فكيف تعامل معها هؤلاء الجناه وكيف وصل بهم الحال انهم يرتكبوا جريمة زي ديت وهم عارفين ان في كاميرات مراقبة داخل الشقة. التفاصيل بدأت الحكاية عندما أنهت المتهمة العمل داخل تلك الشقة وكانت تمر بضائقة مالية هي وشقيقها، فنزلت غرفة الحراسة بتاعت العقار ودارت الحديث بينها وبين شقيقها ان هم ازاي يسرقوا المجني عليها وازاي ان هم يتخلصوا منها. لما قالت له ان احنا عايزين نتخلص منها ونسرقها وناخد منها الفلوس، فالراجل كان طبعا العوامل المحيطة به اذا كان ده تفكير اخته فما بالنا بتفكيره. الموضوع ده بالنفسية اللي لقى قبول كبير جدا، وبدأوا ان هم يفكروا في كيفية وضع الخطة المحكمة علشان خاطر يتخلصوا من الضحية دون ان يتم الاشتباه فيهم او وضع علامات الاستفهام عليه. طبعا لما فكروا فهو فكر ازاي ان احنا نخلص عليها، ف قام بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أحد رفقاء السوء بالنسبة له اللي هو كان عايش معاه في المخططات الإجرامية اللي هو كان بيتعايش فيها وبيتعامل من خلالها. استعان بأحد أصدقائه وقاموا بالحضور إلى غرفة حراسة العقار وبدأوا في وضع الخطة. حارس العقار قام بشراء الملصق الطبي عشان خاطر يكمم به فم المجني عليها، وقام بوضع الخطة بأن تتوجه المتهمة التي صعدت إلى الطابق الثالث بالعقار وطرقت باب العقار في شهر سبتمبر 2020 في يوم جمعة، وبمجرد أن فتحت لها المجني عليها قامت بالادعاء بحضورها علشان خاطر القيام بأعمال النظافة في المنزل. المجني عليها دخلت غرفتها والمتهمة قامت بالبحث في الشقة عن وجود أحد الأشخاص المرافقين للضحية من عدمه، فاكتشفت أن المجني عليها كانت لوحدها. طبعا أصبحت الفرصة سامحة قدامها أن هي تعطي إشارة البدء لتنفيذ المخطط لشقيقها. بمجرد أن علم شقيقها وصديقه بوجود الضحية بمفردها قاموا كالذئاب المفترسة بالتسابق والصعود إلى تلك الشقة، وبمجرد أن طرقوا باب الشقة قامت المجني عليها بمحاولة البحث عن إشارة حتى تقوم بفتح باب الشقة، فسارعت المتهمة
المحبوسي وفتح باب الشقة لشقيقها، وكان خلفه المتهم الثالث اللي هو صديقه. بعد لما فتحوا باب الشقة ودخلوا الشقة نفسها، طبعا انقض حارس العقار كالذئب المفترس على الضحية، قام بكتم أنفاس المجني عليها، وقام بوضع لاصق طبي ومحاولة كتم أنفاسها بشتى الطرق. وساعده المتهم بأن قام بتقييد يد المجني عليها ورجليها، وقاموا بربطها في إحدى المناضد اللي هي موجودة في صالة الشقة. بعد كده قام أحد المتهمين بإحضار طفاية السجائر وظل ينقض بها على رأس المجني عليها حتى خارت قواها، ولم تسلم المجني عليها رحمة الله منهم، بل قام المتهم اللي هو الثالث محمد عبد السلام جمعة مسك رقبة المجني عليها وظل يطبق على أنفاسها حتى خارت قواها، صعدت روحها إلى بارئها، لا هي راضية ولا هي مرضية ولكنها تشكو ظلم العباد. عندما صعدت روحها إلى بارئها، قام المتهمون بأخذ المصوغات الذهبية من يد المجني عليها وسلسلة ذهبية كانت ترتديها، وعندما لم يستطيعوا ان هم يخرجوا الغوايش الذهبية من يد المجني عليها، قامت المتهمة بإحضار سائل صابون علشان خاطر يسهل من عملية خلع الغوايش من يد المجني عليها. بعدها قاموا بالبحث عن اي فلوس داخل الشقة، فوجدوا حوالي 1500 جنيه واربع هواتف محمولة. بعد كده ظلوا يبحثوا عن جهاز تسجيل الكاميرات المراقبة داخل الشقة، فأعمى الله بصيرتهم وبصرهم، وقاموا بأخذ الراوتر معتقدين راوتر الواي فاي، معتقدين أنه جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، لكن كان ستر الله سبحانه وتعالى وعظمته تجلت في تلك اللحظة حتى تسجل تلك الكاميرات ما اقترفوا هؤلاء الجناة بحق المجني عليها بالصوت والصورة. بعدها خرج الجناة وهم مطمئنين وهم غير خائفين، خرجوا ومعهم الأموال، وقاموا بالتوجه بعدها بفترة إلى منطقة منشأة الناصر اللي هي موطنهم الأصلي اللي هم مقيمين فيه. أخت المجني عليها كانت موجودة في الطابق الرابع، نزلت تطمن عليها تاني يوم، فضلت تخبط على الباب، تطرق الباب، مفيش حد رد عليها، استغاثت بالجيران، الجيران دخلوا الشقة وجدوا المجني عليها على حالتها اللي احنا وصفناها. عندما وجدوا المجني عليها اتصلوا برجال المباحث، فاتصلوا بالمقدم إسلام أحمد اللي هو رئيس مباحث الطالبية، فتوجه إلى الشقة وبصحبته بعض رجال المباحث، وعندما توجه إلى الشقة ظل يبحث وانطلق فريق البحث، فكانت البداية بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة لمعاينة لتكون تلك الكاميرات وكأنها معاينة تصويرية أجراها الجناة أمام النيابة العامة محاكاة لكيفية ارتكابهم تلك الواقعة. طبعا بسرعة أحالت النيابة العامة الجناة إلى محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين عماد الشيوي ودكتور شريف حافظ وأمان السر أحمد فتحي. وبعد أن قامت المحكمة بإنهاء إجراءات الواقعة الإجراءات القانونية من حيث سماع مرافعة الدفاع ومواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم وسماع مرافعة النيابة العامة، انتهت المحكمة في تلك القضية إلى القضاء بإعدام هؤلاء الجناة ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وتكون تلك الجريمة شاهدة على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. نشكركم أعزائي المشاهدين
على مشاهدة تلك الحلقة، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة، فكونوا معنا.